18 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على اي اف ام، احلى راديو لانفو ترافيك مع شيماء. اي اف ام انفو ترافيك. انتم تسمعوا في ميسيون امبوسيبل مع برهان بسايس على اي اف ام احلى راديو. 18 دقيقة تسمعوا في ميسيون امبوسيبل على اي اف ام احلى راديو، الفري فود لانفو مع اريج الحمروني. صباح الخير ومرحبا بكافة مستمعي اذاعة اي اف ام. اليوم في لوفري فود لانفو باش نحكيو على مراسلة السيد عماد الباهي رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لولاية بن عروس اللي تقدم بها لرئيس الجمهورية. قاعدين نشوفه في المراسلة هذية على EFM TV واللي قدم فيها أو كشف حسب ما هو قال على التجاوزات اللي يقوم بها السيد والي بن عروس حسب ذكره، والتجاوزات هذية اللي تتمثل في تحرش، انه السيد ولي بن عروس قام بالتحرش بمواطنة. الحقيقة فيما يخص موضوع التحرش ما عنيش صحيح من الغالط، لانه ما تمش تكذيب او مساندة هذا التصريح، ولكن فيما يخص الرشاوة او التجاوزات اللي ولي بن عروس حسب ما قاله رئيس الاتحاد قاعد ياخذ في رشاوة من محلات تجارية او من شركات في المنطقة تتمثل في مبالغ نقدية او في مساعدات من نوع اخر. لهنا عنا التكذيب اللي يجي في شكل مراسلات من الشركات اللي تم ذكرها في مراسلة السيد رئيس الاتحاد اللي تكذب وتفند اي رشاوة تحصل عليها السيد ولي بن عروس من هذه الشركات. هذه هي ما تنجمش تذكر انت اسم الشركات دونك ما نجموش نشكر انه هو تم ذكر تقريبا 3 شركات بالضبط معروفه في منطقه بالضبط بن عروس. بالضبط. رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره قال انه السيد ولي بن عروس تلقى منهم طلب منهم يعني مساعدات بالضبط نقديه بالاساس وكذا في ومساعدات من نوع اخر بالضبط في اطار سلسله معناها وقائمه طويله من التهم الخطيره اللي كان وجهها رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بن عروس للسيد ولي بن عروس. فما مثلا في المراسلة متاع احدى الشركات تقول تفند الشركة ان يكون اي من مديرها قد ادعى ان ولي بن عروس اشترط تمكينه من مساعدات نقدية، كما تدين بشدة محاولة جر المؤسسات الى نزاعات ليست طرفا فيها من طرف هيكل من المفروض ان يقدم المساندة للمؤسسات ويدعو الى رص الصفوف لتجاوز هذا الظرف الاقتصادي عصيب. مراد الملاحظة الأولى هو أنه شكليا هيكليا إجرائيا السؤال هو لأنه الرسالة هذه وافق عليها السيد سمير مجول لأنه الهيكل تابعة للمركز دونك التهمة خطيرة نحكي وراء بن عروس هي أول قطب صناعي في البلاد بالضبط. في البلاد دون شيفر دافير بن عروس راي معناها نحكيه على آلاف المليارات دونك هل انه هناك هذا يدل على انشقاق سول بلوتيكا لانه هذه تهمه خطيره من حسب رايك سمير مجول ماهوش ما عندوش فكره بصراحه ما عنديش المعلومه باش نكون واضح لن افيدك بمعلومه حول هذا الموضوع ولكن هل انه لوتيكا نتاع بن عروس كيما لوتيكا في صفاقس ما تنساش عمناو لوتيكا في صفاقس لوتيكا في سوسه في وقت من الاوقات مشينا نحو اضراب عام في سوسه نحو نوع من التمرد في صفاقس هل أنه هذا موافق عليه سي سمير مجول لأنه أبريتو الموضوع اللي يحكي عليه هي شركات متضرة الشركات هذه تابعة للوتيكا هذا من جهة الملاحظة تبقى واضحة هو أنه اليوم ولي بن عروس قاعد يثير حوله موجة من اللا شعبية لأنه حاول أن يكون موجود في كل محضر خصوصا في المسائل الرياضية يبدو أنه لوج على نجومية وتعرف برهان ضوء باهي عنده ثمن. أما الضوء عنده ثمن هو في الحقيقة أنا قريت راهو الرسالة المطولة ومش أول مرة يتحكيه في الحكايات نجم تلوم عليه ولي بن عروس في أدائه على مستوى الكوميونيكاسيون أدائه الاتصالي اللي بتاتر ضره شوية وكذا لكن القائمة كمام تحس أحيانا باش تضر عبد راهو تحس كي تعمل لوفردوز تنعكس عليك بوزر اشتلعوا راهو معناها طلعوا كان عنده متورط في جرائم الحرب في صربيا راهو متحرش نقز على امرأة ياخذ رشاوي يعمل في درشنوة اي سورتو فما حاجة اللي انا
بحدثي صغير هكا اللي بموجب الخبرة المتواضعة في العبور المتقدم حكاية اختم بتاع الاتحاد الجهوي للصناعة هو موجه الرئيس الجمهورية هو مش كبير رئيس الجمهورية قالوا ابنكم الوفي كيفاه بربي هذيك الخاتمة في الواحد تاع ابنكم الوفي هو بتاع الاتحاد الجهوي للصناعة رئيس الجمهورية قالوا المخلص ابنكم المخلص والوفي وقتها فهمت اللي الحكاية فيها وعليها وفما ديزونجو بوتيتر في الكواليس بوتيتر في الأجواء هذية في ماذا يحصل من العروس أن الحكاية مش سهلة لأنه الكونسنتراسيون هذية راهو أنا معناها في علم اجتماع كامبين ماذا بيا ننصح الكامبانة وعندك شهيد فيه موجب خبرة متواضعة رد بالك راكي توصل دوزة معينة راهي تولي الأمور غير مفهومة ها ونقلك نقز على امرأة هز منظفات الدارو ويضطهدوا فيهم قال لك مازالوا كيما كل عام كل الطباخ قال شنو بتاع ليلى بن علي اللي قال ليلى كانت تحط لي يدي في وسط الزيت المقلي في الحامي في وسط القلايه خاطر باش ما نجيبش خاطر جبت مره العظمه مش مروبه للرئيس يا اخي ليلى شدته حطت له يده وقت خرج بعد الثوره بعد 2011 حكى على تضحياته الكبيره طباخ اللي تبين كلها اكاذيب وكل حكايه فارغه بالتالي تحب تكمبن على حد دوزة صغيرة راهي تتجاوز في دوزة حدة تفقد المصداقية هذاك عليه أنا والله أعلم حسيت خلينا نسمع المحامي لا هذيك قضية أخرى هذيك قضية أخرى قلت لك تلجم تلوم حق الدفاع تلجم تلوم عليه اللي تحب ولي بن عروس راه أداء ولي بن عروس ضمن منظومة زادة اسمعني زادة منظومة تجي تركز عليها على شخص واحد يا برهان خلينا نسمع لسان الدفاع عندك معاه حسبة شخصية لسان الدفاع أحكي على المنظومة الكل طو اللي قالوا أخونا بتاع الاتحاد الجهوي للصناعة للرئيس ابنكم الوفي يعني منظومة المخلص قالوا ابنكم المخلص المخلص هو إخلاص كبير رأس يا عزيزي الشربي ضمن منظومة أحكي على المنظومة شدد هذيك بالذات شخص في الأمور عليه هو يعني إليا هناك رائحة ما في المسألة هذه الموضوع هذا برين هو في الرسالة اللي بعثها رئيس الاتيكا بتاع بن عروس فيها ثلاثة شركات وسميهم بالاسم ثلاثة شركات أو حسب أريج مكذبين قالوا ليه ما أعطينيش في الموضوع الثاني بتاع النساء والاضطهاد وكذا مش موضوع مش دور الاتحاد الصناعة والتجارة راهو مش دور الاتحاد الصناعة والتجارة ولهنا زادة إذا كان كل اتحاد صناعة والتجارة جهوي ولا اتحاد شغل جهوي وكذا باش يتدخل في حوايج مش بتاعه ولهنا بيناتنا أنا ماذا بيا سمير مجهول يعطي موقف لأنه حتى المراسل الرئيس الجمهورية راهو مش بتاع بن عروس ديريكت يمشي للرئيس يلزم يمر عبر القيادة اللي هو سمير مجهول واضح هو واضح. حقه يوافق واضح. حقه دون الابسولو يوافق نحكي نظريا أنا جدلني نجم سمير مجهول يكون موافق على أما يزمه يعطي موقف بالضبط ليه على خطر حاجات من نوع هذه اتهامات تمر بسهولة من نوع هذية مع التوضيح نجم تكون صحيحة ولا غلطة حلوا عليها تحقيق حقيقي متوازن وخلي تتوضح الصورة خطر هكا راهو الاتهامات سهلة في كل شيء خاصة شنو آخر رئيس ولا ديوان المظالم هو اللي باش تجي بعد وقتاش بتعد حلوة مراد عاوننا بلا ترانزيسيون في ديوان المظالم مر اللي هو نهار في الجمعة يأمنوا خونا زياد الهاني ديوان المظالم اللي كنا الجمعة اللي فاتت لحنا مشكلة الطالب الليبي والحمد لله تحلت صحيح 80% في علاقة بالترسيم هو اللي تحل مازالت قصة الجنسية إن شاء الله تلقى طريقها للحلين دوسي الجمعة هذه زياد شعلنا في ديوان المظالم اليوم معنا ملف متعلق بضابط سامي في سلك الحرس الوطني باش نسميه هو العقيد أنيس بالناهية الضابط هذا تم إحالته على التقاعد الوجوبي في 2012 من قبل وزير الداخلية الأسبق سي علي العريض ومشى ظلم للمحكمة الإدارية بعد 5 سنوات في الأثناء جاوبت وزارة الداخلية باش تفسر الإحالة على التقاعد الوجوبي كتبوا في ردهم المحكمة الإدارية أنه لم يعد منسجما مع المرحلة الجديدة هكا حرفيا هذا في الرد بتاع المكلف العام بنزاعات الدولة نيابة عن وزارة الداخلية إلى السيد رئيس المحكمة الإدارية يقول له تم اتخاذ هذا القرار في حقه لأنه لم يعد منسجما مع المرحلة الجديدة. شو يقصدوا بالحكاية؟ أما عام تكتب هذا؟ في هو التقاضي تم على 5 سنوات يعني من 2012 حتى 2017 وأنا عندي الأحكام في أيوة. كلها من 2017 وهو مازال شاب هو وقت اللي وقع إحالته على التقاعد وجوبي عمره 44 عام من عام 2000
2017 وهو لليوم يجري من أجل تنفيذ الحكم نتاع البيت والنهائي نتاع المحكمة الإدارية. لم يتمكن فنتي من ذلك، جات قدامه بارقة بتاع أمل، لأنه وزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين قبل ما يتم عزله من الحكومة نتاع المشيشي في تدخل ليه أمام البرلمان وحديثه عن الحالة هذه، أكد التزام الوزارة بتطبيق القانون ورد الحق لأصحابه، لكن تنحى توفيق صرف الدين ما تمتش العملية هذه. وقت اللي رجع للوزارة عاود حرك معها الموضوع ثمتي من جديد، لكن للأسف لحد اليوم لم يقع عملية الإنصاف، رغم اليوم عايطوا له وقالوا له في التفقدية العامة، وقالوا له راهو الإدارة العامة الحرس الوطني راسلناها وموافقين باش ترجع تخدم على روحك، لكن لم يقع التنفيذ. حاولنا الاتصال عديد المرات أنا وزميلتي أريج الحمروني بوزارة الداخلية، وأساسا فهمتي بالناطق الرسمي أو بالكلب العام بالوزارة العميد فاكر بوزغاية، لكن للأسف لم نحصل على أي رد. وأنا نعتبر هذه مرة أخرى تمثل فرق ما بين الخطاب الرسمي اللي يدعي أنه يحترم الدولة، أنه يحترم القانون، أنه يحترم المؤسسات، أنه يحترم القضاء فهمتي والقضاة، وأنه يرفض ظلم الناس، ومع ذلك ويصر على التعسف عليهم ولا ظلمهم بما لهم السلطة. في الحقيقة تقريبا مش الحالة الوحيدة في صفوف الأمنيين اللي ربحوا قرارات في المحكمة الإدارية وما تنفذش. تقريبا القضية الشهيرة متاع العقيد لطفي القلمامي اللي التوى في يده حكم المحكمة الإدارية يقضي بإرجاعه للعمل متاعه، ولكن للأسف يعني ما نجمش حتى التوى يرجع والمؤسسة ما وافقتش على رجوعه. والتوقع هو أنه العقيد أنيس بالناهي يحبوا يعملوا له كما عملوا للعقيد لطفي القلمامي اللي نحييه بالمناسبة فهمتي هذه على صموده في دفاعه فهمتي عن حقه، تحب باش تقعد تمشي به بشوية بشوية تراقب الروسي حتى لين يوصل للتقاعد، بحيث اللي وقع مع العقيد لطفي القلمامي يحبوا يعودوه مع العقيد أنيس بالناهي. ونعتبر أنه هذا أمر عمل مشين في وجه الدولة، ونحب نذكر أنه حسب القانون تاع الفساد عدم تنفيذ الأحكام القضائية راهو يدخل ضمن الفساد، ونحب نذكر أنه العقيد أنيس بالماهي راهو توجه بمراسلة الرئيس الجمهورية ولا خرجوه على التقاعد الوجوبي لا على خطر فساد لا على خطر رشوة لا خطر كذا، لأغراض سياسية تحط له أنه لم يعد يتماشى مع المرحلة فقط لا غير، وتوجه الرئيس الجمهورية طامعا أن رئيس الجمهورية فنتي باش ينصفه، لكن للأسف قد أسمعت لو ناديت حيا لكن كلهم كبعضهم. يعني إن شاء الله قدم فيتو من المؤسسة العسكرية بشكل واضحي. إش دخل المؤسسة العسكرية؟ شكون حرس الوطن؟ فما فيتو من المؤسسة الأمنية نقص. واضح مراد، خلينا نمشيو للأخبار ومن بعد نواصلوا بقية برنامجنا. فهم أحلى غاديو. 8:35 دقيقة تسمعوا في إيميسيون إمبوسيبل على IFM أحلى راديو. إن شاء الله كنا بلغنا الرسالة، رسالة ديوان المظالم، على الأقل الواحد كي يحل مشكلة ولا يبلغ صوت، هذه دور منابر الإعلام أن عملنا خويجة في كل حالات. مراد 20 ثانية فقط المسألة معقدة ويظهر لي معناها زياد وفسرها. مسألة قانونية شكلية، تعرف اللي تونس معتبرة في عدة تقارير متاع مؤسسات قانونية من أضعف البلدان العالم في مسألة تنفيذ القرارات. معناها أن في تونس أنه المحكمة تحكم لك حتى قرار نهائي تعقيبي ما يضملكش أنه يتنفذ. احنا من البلدان المتخلفه جدا، وهذا بغض النظر على الحكومه الحاليه ولا الرئيس الحالي من قبل، يبدو انه حتى من وقت بن علي معناه ماهيش مساله مسيسه انتر جيمي، فما اشكاليات كبيره ياسر في تنفيذ القرارات القانونيه. من الاشكاليات باش ندخل في هي مساله العنوان في تونس، اللي احنا المنظومه القضائيه ما عندهاش العناوين الصحيحه لدريسه نتاع العباد. احنا من اول بلدان في العالم في الاحكام الغيابيه تسمع بها يصدر حكم وانت ما تسمعش بالضبط. احنا في التوب 10 ولا التوب 20 في العالم، واضح وامر لكن مراد قولك في دفاع صديق نجيب الدزيري على صديقه ولي بن عروس سربنا الفقرة أقنع أريج أن تحط الرد أنه كذا، مش قولك وفاة يتسمى وفاة وخلاص ولا أنا يظهر لي
اللي كان أبرد شوية من العادة وكأني العلاقة بردت شوية. تعرف تعرف خلى لا بالعكس لا بالعكس بعد ما أدى مهامه في اللقطة هذه تعرف سمعته توا خرج فيسا فيسا قلت له وين ماشي نجيب؟ قال لي نكلم في سي عز الدين. ايه قلت له هاك حاطط غنية ماكش تتكلم فيه. قال لي لا بعث له الغنية هذه مساج خلي نسموها المساج اللي بعثه نجيب السيد ولي بن عروس. وما يهمكش عادي اسمع مني. ولا هكذا قال له نجيب بمشي يحضر في ماتش غدوة صفاقس والترجي صار في بالك. اما ان شاء الله تكون موضوعي في المرات الجاية في 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 خرجته الاتصالية. لا انا ولا ندافع مش كان على عز الدين وندر العمدوني بتاع قفصة بتاع تطاوين كحلة بتاع حليم بتاع سيدي بوزيد ولد المشروع الكل لقب بتاعه لا 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 ولد المشروع الكل بعد كفران رد لا لا ولد المشروع الكل اي ولد المشروع بتاع 25 جويلية. انا يا ولدي مشروع 25 مشروع 30 مشروع 40 جويلية مشروع 65 اوت المهم ان شاء الله يخدموا البلاد وان شاء الله تحقق نتائج حقيقيه على الارض. هاوني بدا النتائج ان شاء الله يا ربي انا ايش نتمناو انشحوا انشحوا ما يسالش انشحوا والله يزي من الحسبه السياسيه فلان تابع هات ينشحوا بقد لكن النجاح منين نجيب اعتقد تشترك معي في الراي من خلال تقديم نتائج للعباد والمواطنين على الارض. يلا شويه نشرب قهوه في حته بعيده عزمني شنو توخروا لي في الفقره نتاعي. لا بالعكس تو والله وقت غير اربع عندك من هنا لتسعة واربع يلا ربي يسامحكم وكها شفت شفت عقد طلبتي شفت يلا امبارح الكلنا شفنا شي حصه كل ساعتين انت واخذ منها ساعه واربع والله ايش تحب مالك مراد الصغير ومن ادراك والله مراد خمس دقائق خمس دقائق مسكين مسكين سبور وودي الجيري والدنيا الكل واخذ خمس دقائق والله وهي ديما مضطهده يلا او كالمشاهدين المستمعين يعني الحقيقه امبارح كلنا شفنا تصويرة دارت برشا على الفيسبوك استقبال رئيس بلدية المكنين نادي الرياضة النسائية بالمكنين لكرة اليد على اثر تتويجهم بالبطولة العربية للاندية. التصويرة كانت غريبة برشا البطولة النسائية ولكن الحضور كان رجالي بامتياز وهذا اللي اثار حفيظة برشا ناس وتسائلوا عن غياب اللاعبات. الشيء هذا خلى نادي الرياضة النسائية بالمكنين لكرة اليد يهبط على صفحته الرسمية توضيح يقول انه غياب اللاعبات سبب متاعه انهم ما زالوا كيكملوا البطولة الافريقية للاندية وقاموا بتسريح اللاعبات للراحة وقالوا انهم بالتنسيق مع السلطة المحلية باش يعاودوا يرجعوهم مرة اخرى لتكريم اللاعبات. ايوه يعني استقبال وتكريم الجمعية النسائية في ظل عدم حضور نساء كيف تعلق سيد عبد السلام في عدم حضور الفاعلات هما اللي معناها اي فاش قام نعمل في الاستقبال حتى يجي به صرحنا مشاو يرتاحوا صحه وفرحه معناها وهذا معقول جدا اي نهار اللي يروحوا بقول ربي على خير ويتلموا يجي هالزربه الواه تتصورها حركه مقصوده سيدي عبد السلام حركه تمييزيه مقصوده اما تسرع معناها غير مدروس صحيح تسرع غير مدروس غفران على خاطر الانظمه الابويه الكل في العالم ككل انسى تتعب وتشقى وتكافح والرجال هما اللي يظهروا في التصويره يعني هذا يلا غالب اليوم هنا نعاني فيه وانا بالنسبه لي كانوا ينجموا كما قال سي عبد الستار كانوا ينجموا اللاعبات حتى اللي يرتاحوا ويعملوا لهم التكريم هذا من غير ما تخرج لنا هالتصويره الغريبه هذه والتصويره اللي تحشم. لا لا اضافه اللي قالوا عبد الستار موافقوا 100% اللي قالت غفران كيف هذه تتسمى غلطه اتصاليه فظيعه معني فما ناس تحب تعمل لا كوميونيكاسيون وما عندهاش الابجديات. رئيس بلديه المكنين قد يكون يخدم في خدمه باهيه ومحبوب من طرف منظوريه مزروب خاطريه فرحه وكل هذه الفينال تلعب في حمامات وناس فرحانه وخرجوا في المكنين فرحانين بالتيتر هذا اول مره المكنين تهز لقب للتذكير المكنين جابت ممكن اكبر لاعب كره يد في تاريخ تونس اللي هو هيك المغنم معناه فما تقاليد وكل
يا خويا كما قال عبد الستار وكما قلنا الكل تستنى ثلاث ايام استنى اربع ايام تيجي عامل هم هبطوا تصويره في انتظار الاستقبال شكون هما ذوكم كل هالرجال شاركوا شاركوا في هذوك مش معين النادي مسيرين مسيرين سبورتينغ مسيرين تاع النادي والبلدي والبلدي في بالكش لانه رئيس بلديه المكلين ما يميزش بين المراه والراجل اللي حذر من نادي زازي انت غفران فما عنصر مهم جدا هو لاي تيار ينتمي رئيس بلديه المكلين باش نجيب يعرف شنو يعلق ايوه اليوم شنو ما نعرف ما ماشي مع لا مادام وصل العلقه كيما دار رئيس بلديه المكلين ما يميزش بين المراه والراجل صعيب عليك هذوكم الحاضرين لا لا بربي بربي مره اخرى المره الالف خلينا نرجعوا لحكايه هذه يعني غفران يعني تعتبرها لقطة تمييزية مقصودة معناها شنو هو؟ أكيد أغزل أغزل عبد الستار يقول لك راهو تسرع ذوق في الحكاية ما حقوش تسرع في الواحد هكا نفهمك أما كالعادة ترجع وأنت تلوم على نجيب على نظرية المؤامرة معناها تخيل اسمع ما يدخلوا ليش نساء ما يلزمش نساء معناها يبداو موجودين عندي يلزمنا نحن رجال خاطر احنا رجال اللي جبنا التيتر مو شكل بنيات واحتقار وتمييز سامحني يا اخي يعني بجد لهنا راهو المسيرين برهان بتاع نادي المكلين ما فيش نساء سامحني يا اخي البلدية بتاع النادي هو قبل المسيرين يا اخي جيب اللاعبين نحكيو على نحكيو على اللاعبين توا سامحني بلدية المكلين لا فما حتى واحد فيهم مختص في الاتصال ما يعرفش في التصويره ما يراش التصويره ما يراش الحدث والتصويره اللي صار سؤالي اشكال معناها هو قالت حاجة عليها البلدية بيدها تصوير لا لا نحن البلدية أنا نجم نقول نجم هي هبطتها البلدية هبطتها اي نجم تقول هو البلدية عيطت للمسيرين تاع النادي مش يحضروا بالضبط الاحتفال بالنجم يكون هذا ينجم يكون راه مش مبرر اما ينجم يكون قد يكون نجم فما امكانية هو غفران مش هذاك الاحتفال مادام البلدية ما قدرتش انا ملمومين نحتفلوا جاء وكذاش مش يعرفوا الاحتفال ولكن التوضيح اللي هبطته نادي الرياضة النسائية المكنين قال لك راهو هما كي استدعاونا نحن سرحنا البنات خاطرهم تعبين وكانوا ينجموا يوخروا ويقولوا خلينا المسيرين مش ينظموا لا لا ماهوش هكا تتصور انت اسمعني في فينا بقعة في الدنيا مش ندافع ما نعرفهمش للأخت فينا بقعة في الدنيا احتفال ما فيش صحين حلو توا نعملو عمرك ريت ما فهمش صحن حلو قاعدين دا على باب زمان هذا شمن احتفال معناها انا وقتا نولي جو كريتيك الاحتفال بيدو فيه نساء ولا رجال خاطر احنا عاده الاحتفال مش هكا انا نتصوره بحكم عملي في البلدية مدة 25 سنة تجيو نحضروا حاجة أول مرة ربي حقاني في عبد الستار كان عينهم رام قالوا في التوضيح هذا كان عينهم رام قالوا هذيك سلع النبي عليك أول مرة ربي حقاني سيدي عبد الستار بي حقاني اسمع بربي غفران خلنا نعمق معاك شوية النقاش في الحكاية دي أخي مش مبالغة نعرف توا جزء من الخطاب النسوي يعتمد على قصة التعب الدائمة بخصوص حقوق المرأة بخصوص التراجع على المساواة يعني تعتقد توا المجتمع التونسي ينجم يرجع لما قبل الاختلاط وينجم يرجع للحكايات هذية والواحد عبيد سامحني يا غفران ينتقدوك انت ومن وراك جزء من الخطاب النسوي ياسر فونت كوميرس الحكاية هذية ياسر تشد في حكايات باش تخدموا بها فونت كوميرس ديجا اليوم ما تعرف مراد يعني لما شوية بنيات وكذا هبطين بها لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية باش قال شنو يتضامنوا مع إيران وكذا اللهم صل قال شنو مركز ثقافي على الكياس خاطر ما يحبوش ندخلوا الأخوة في الدخلة يحبوا يعملوا شو هالجمهورية الإسلامية اللي يحبوا يحضروا اللي أطاحت بالطاغوت الشيخ إيران اللي هما ما غفروش للثورة الإسلامية أن أطاحت بإحنا أكثر الألمة الطغيان ما يعفو تفضل ما تخليونيش نجاوب مش تتحاسب ومن بعد يدخل بيتكلم معايا يعطيوني مساحه ما تعرفش ان البرنامج هذا هو خليه نايم الحزب الله الايراني يحكي واعطيني لسامي بربي اللي باش يتجمع قدام الواحد السفاره قدام الثقافه هاو في بالهم عنده حاجه يحب يعمل هنا يجي بعد يعمل هنا وتشوفونا احكي لي نحب نقول حاجه اخي مانيش عايشين في المجتمع التونسي يعني مانيش قاعدين نشوفوا سامحني الاختلاط موجود وكذا لا سامحني راهو اسمعني تلقى عبيد ونحن كلنا نعرفوه الموضوع هذا ونحكيوا فيه ما بين بعضنا انه تلقاو اللي تعملوا المراه مش كيما اللي يعملوا الراجل انه كي تخرج المراه مش كيما تخرج الراجل والمره اللي فاتوا خير ودليل وقت لي جاي يحكي نجيب المره اللي فاتت قال مرتي ما نخليهاش مي باغ كونط هو يخرج الاختلاط اسمعني المجتمع التونسي فيه مشكله اختلاط اليوم معنيش
يمشي حتى في كل المناطق المحسوبة على المحافظة. عنا مشكل البنات خرجوا يقرأوا ويقعدوا في الأقسام والمدارس مع الأولاد وعادي جدا. علاش نعمل نحبوا نعملوا فونت كوميرس بالحكاية هذه؟ تفضل. علاش فونت كوميرس؟ والله هذه إهانة لينا راه. كيفاه؟ إهانة للناس اللي قاعدة تناضل وللمنهار يعني إهانة لينا. يعني البارح نجيب يقول لي فونت كوميرس وبصراحة وفما برشا سود البارح بعثوا لي قالوا لي تو هذاك كلام يعني بعد النضالات نتاعنا والكل يجي يقول أنتم أجندة وتخدموا وتحبوا تبثوا الفتنة وتحبوا تبثوا هذايا الكل البارح قال. واليوم زاد قاعدين نقولوا انه نحن النسويات قاعدين تيوم برانسيبت انتوما يعني فهم برشا رجال راه مش كان النسويات تتكلم حتى فهم برشا رجال يقول لك اليوم المراه ما عندهاش نفس الحقوق اللي عند الرجل. يعني رانا عايشين في مجتمع رانا عايشين في مجتمع وقاعدين نشوفوا قاعدين نشوفوا ما يصيرش غفران هدي اعصابك نتفاعلوا معاك زاده وهذا مثلا هذا من الكليشيه زاده انه ديما نسى نحن مهستريت وعلى اعصابنا وعلى كذا تلهب 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 من كلمه لا لا من حقي نقول لك هدي اعصابك يا خويا ومن حقك وزر انا ديمقراطي ومن حقك تقول لي هدي اعصابك نقبلك وتقبلني اما يزمك ما تعملهاش بالعكس توليتي اللي ما تقبلش لا لا فما دي اسمعني غفران يقولوا اللي نسى ديما النسويات مهسترين ولي فما زاد كليشيه اخر يقولوا فيسبوك وتعليق دمهم سخون لا 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 تعليق وفيسبوك وذا شنو هذاك حاجه اخرى نحكي لك اليوم ما يحكم سلطه القانون في تونس سلطه القانون في تونس اقوى من تعليق الفيسبوك تعليق الفيسبوك متخلفه شوفينيه عنصريه في كل بلدان العالم كان تدخل انت زاد الفيسبوك الامريكاني كان تشوف شي يحكيو الامريكان كان تدخل فيسبوك الفرنساوي مش هو مقياس انا عندي مجتمع متاكد ومطمئن ما يحركش فيه تعليق فيسبوك بتاع كمشه مرضى ومعقدين وكذا تحرك فيه قوانين انا مطمئن القوانين الموجود في بلادي جعلتني مناره في العالم العربي والاسلامي في علاقه بحقوق النساء انا كي نلقى روحي هيك علاش تحب تعمل لي مشكله في من لا شيء في الحكايه هذه علاش انا البلاد هذه في عود نفتخر بالمكاسب والناضل بتطويرها بشكل هادئ ومتوازن علاش تحب تخلق منها مشكله في الاطار هذايا راه نجيب البارح قال لك يفدلك هو بالطبيعه انها مؤامره وكذا علاش حتى تفدليك ولينا ناخذوه زاد بعد بروح لا طبعا لا لا, لا, لا المك... اسمع كي تبدا سامحني لا كي نبداو في الميكرو مالوغوزمون نبدا ما فماش نسينا ضد السود ما فماش ملان هن خليني نقول عليها اهم النقاش ما تجيش تقول عليها اشهار عادي الاشهار اليوم فما صفحه على EFM أحلى راديو 8:51 دقيقة تسمعوا في إميسيون امبوسيبل محلية اللقطة وش خص المشكلة حصلت في الأوف وقت اللي غفران غزت نجيب قالت له نحبك نجيب ونجيب غزال الله قال نحبك غفران وخنقدموا القدام ونبني وبلادنا معا وحتى لهم خليل معا من أجل تونس طالوت في بوشناق لا لا حب ستار دمع زياد با ما هوش ليه يتأفف ليه بسكدو بتاعهم يا بي كانت اللقطة ياسر حلوة يا غفران واصلنا نعرفك تحب ترد بار عندك جملة فقط والله جملة أخيرة نحب نقولها نحب نقول هو توا الزرق غزار قال ما فماش عنصريه هاتوا نجيب لك صفحات تحكي على الاجاسيين ودرشون يحبوا يرجعونا على كالتيوغي نتاع دو غون رومبلاسمون اللي صارت في فرنسا قبل يعملها المتطرف نتاع الامين اليمين المتطرف وقالوا لازمنا نلغيوا القانون هذا ولازمنا نهجروا الافارقه من جنوب الصحراء على خاطر فما صفحات هي أثاث قليب يا صفحات هي صفحة أحباء مش الطيور أحباء الفرززو هي صفحات در شنو كانك تعمل على الصفحات توانا وقت الوقت هي قدم الفرتيران أنا هي صفحات يا أخي بقى حد ما تشتمش في البلاد هذية معناها واقعيا بجدك تحكي معناها مقياسك في قصه العنصريه صفحات قاعدين واحد هذا كلام اسمعني راك يصير ولا تجيش وتقرا الناس ربي تواسى توا صفحات الكل تجيش على الناس الكل حرب الكل ضد الكل بقات كاين الحكايه هذه يلا الحمد لله نعاود ونقول انه الحمد لله المجتمع التونسي شيء والفيسبوك شيء اخر اعطيني الخبر اللي بعده من ما غدوه نجاوبك على نهار اثنين بلوتو نجاوبك على هذا الحكي ميساج ما نجموش نكملوا الجمعه هذه من غير ما نحكيوا على التصريحات اللي ديما تخرج من برنامج الدوامه الفنان عادل يوسف يونس سامحوني البارح كشف انه تعرض للسحر منذ مده قصيره حاجه اللي تثبت له في معاناه يوميه تورمات غريبه ظهرت على بدنه وقال انه كان لغايه الناس هذوما يعني اللي عملوا له السحر انه تغيبوا على الساحه الفنيه وتعطلوا قال الصيف هذا جاتني حكايه كبيره برشا وعديت 25 يوم في الفرج
خرج ما هوش مرض، خاطر مشيت للأطباء الكل وما عرفوش شنو عندي، مشينا حتى للمدبية واللي داويو بالعربي، رقدت وقمت لقيت حاجات في بدني ما نعرفش كان عنا الاكستريم موجود. نسألك ديريك من غير مقدمة، مش نمن سيرتولي، تعرفت للسحر في يوم الأيام؟ شنو تعرفت؟ أنا شوي لمت شني تقولي تعرفت ومازلت فيه هنا تو، معناتها الحكاية معناتها يعني حتى سيزون تاعي تعديتك لي جاب ربي واحد موشك لي ميخو برشا خدمة سينورا وعمل المشكلة مع الكليونات نتاعو مع الناس نتاعو، جاتني حكاية كبيرة برشا. السيف هذا؟ اي انا عديت 25 يوم في الدار في الفرش اوف، وما حكيتهاش وخرجت نهارين هذوما نورمال ولي فان، وقلت لهم سافا ولا باس، وكنت في مرضى وما حبيتش نحكي حتى شنو اللي صار لي بالكل. هي مرضى ولا شنو؟ لا مش مرضى. وحسب يلا برهان حسب الاخبار اللي عندنا خبير الجن والشياطين والسحر المواضيع هذيا ما نجموش نحكيو عليها في اي بلاصه. فما برنامج تلفزي باش ينطلق عن قريب، مش عن قريب، نهار الاربعاء قدره ربي 3 اكتوبر فوالا، والحلقه الاولى على السحر الاسود وما ادراك ما السحر الاسود. وعلاش عطرو اسود؟ هالراحه هذاك علاش تكون معايا انت في البلاتو؟ فهمتني المنشط نتاعو منشط مخضرم يعني مره بالعهود الكل وجرب تجارب الكل، وبعد العقلانيه تو باش يمشي للروحانيات او علم الغيب. بالعكس البرنامج سيعرض معتقدات الشعوب على العقل، على تناول مش عقلاني، تناول عميق، ومش تتفاجئ يا مراد بالبرنامج وبعمقه. اما معتقدات الشعوب هي معتقدات كما هي، خلي فهموها علاش الناس تم بحاجه اسمها السحر الاسود. هاك تشوف عادل زوج صديقنا صديقتنا كوثر الباردي تبارك الله، معناها شخص متعلم وقارئ. اليوم التوانسة جزء كبير واكتشفنا منه، معناها ما نحبش نعطي الأرقام، يعتقدوا أنه السحر نجم يأثر عليهم، يعتقدوا أنه حاجات غير عقلانية نجم تعمل لهم في بدنهم حاجات ملموسة عقلانية. الربط كيفاش؟ الله أعلم. هذا هو باش يكون موضوع تحليلنا، علاش وصلنا للحكايات هذه، المعتقدات هذه في البلاتو هذايا. والايمان ستار يعتبر انه الايمان بالبيات معتقدات زاد سحر وكل نجيب تعتقد في السحر؟ لا لا سي عبد ستار، لا زياد انا ما نعتقدش في السحر. وقت اللي نشوف ثم في النهايه حديث قدسي يقول انه لو تعلقت همه المرء بما وراء العرش لناله، انه الطاقه الجباره هذه اعطاها المولى سبحانه وتعالى في العبد باش تجي تقابلها سحري عطلها، ما نعتقدش فيه. لكن اللي انا نعتقد فيه وانا ننتظر رغم اللي ما نعتقدش في السحر، لكن من اللي اعلنت نتاع او من اللي بلغني الخبر نتاع البرنامج نتاعك انا قاعد ننتظر فيه، لاني متاكد اني باش نلقى فيه ماده دسمه واضافه حقيقيه. بالضبط تعتقد غفران؟ اكيد لا اكيد لا، يعني انا نمن يمكن اكثر باللوا داتراكسيون بقانون الجد. يعني انا بالنسبه لي العبد كي خمم في حاجه باهيه راه باش تجي حاجه باهيه، العبد يخمم في حاجه خايبه باش تصير. يعني عادل الاقرب انه تكون حاله نفسيه، حفله حاله نفسيه قراها انه تعرض الى سحر وانه كذا. الفيلم احمد زكي البيضه والحجر، الحجر البيضه والحجر تعبر على الوعد، هو استاذ فلسفه وفهم بالضبط طبيعه المجتمع وقتها. اظن شفت سمحني غفران توا خليل مثلا يحين الانتباه، هذا باش يكون موضوع نقاشنا بحضور رجل دين زاد ايضا أكيد. اللي قالوا زياد في استشهاد بالقران لاثبات عدم وجود السحر، القران خليل يقول لي راه في القران في النص القراني موجود، لكن باي صيغه؟ انت سوره الفلق وحدها بخصوص النفاثات في العقد، يعني قصه السحر لكن موجود، هل لكي نؤمن به أم باعتباره شعوذة ينبغي أن ننتبه لها من خلال وضع قلوبنا فقط عامرة بالإيمان بالله وبعدم قدرة أي سحار في أنه يعمل لك الضرر؟ يعني هذه هي الأسئلة. ولن يفلح سحر حيث أتى. سمحني يا برهان، جوست نحب نحكي المعتقدات متاع الشعوب هي اللي تأثر عليهم وتأثر حتى على تفكيرهم. علاش نحن اليوم ما نسمعوش بيونسي ولا ما نسمعوش فنانين كبار البرة يحكيوا على سحر ويقول لك أنا تعرضت للسحر ولا ولكن اسمعني تعرف لما يحكيوش بالطريقة اللي نحكيو بها نحن شعوب العربية، خاطرنا نحن عنا اعتقادات. أوبرا شو اسمها؟ أوبرا وينفري. أوبرا إيه حكيت أنها سحر وتعرضت للسحر وإلى غير ذلك. وفي أكثر مجتمعات تقدما فما فئات
تأمن بالقصة هذه وبل وتلتجئ للساحر وتلتجئ سواء لإحداث الضرر لآخرين أو لإنقاذ أنفسهم مما يظنوا أنه سحر. نفس الطريقة اللي نحكي بها نحن بنفس الطريقة اللي نعيش بها نحن. في قضية بول بوكبا حاليا اللي الدنيا مازوز بول بوكبا في قلب الدنيا بول بوكبا الراجل كان لمدة 3 سنوات أكبر صفقة في تاريخ الكرة 100 مليون يورو اشتريته مانشستر يونايتد من اليوفي. شفت القضية للي عايشين في زوج متهم أنه عامل السحر على المبابي. ولكن نحن أكثر تسمعنا نحن العرب يعني الشعوب العربية ككل تحكي أكثر يعني تحكي على السحر وجن العاشق واللي مش مش أكثر من الفارق. أنا خلطت 10 سنوات وحتى التو حتى نحن افارق لا 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 افريقيا السوداء لا علاقه معناه هما لو مارابوتاج ويمنوا واسمع وتقابل ردها عليه ما استطعت وتقابل وزراء وتقابل ناس قاريه في هارفارد وكل يمن بي انا نحترم دراخ على شو نقولوا هكا يا اخي ما معناه ما نقولش عليه نقول شعوب العربيه ونقولوا افريقيا الكل يلا خلينا من افريقيا الكل غير العربيه معناه اعطيني الميتيو هي سيدي وتبقاو معنا بعد التسعه. نحب نذكر انه ضيفتي 9:30 الدكتورة ثريا النيفر كاتبة العامة المكتب الوطني لنقابة الصيادلة باش نحكيه على أكثر من 200 نوع من الدواء المفقود شنية الحلول.